السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خابتي واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم كريم وفي فيديو جديد. بلا فيديو تاع اليوم ما شاء الله رايحين نهضروا شوية على هاتف ريدمي نوت 9S. هل هذا الهاتف دخل للسوق الجزائرية ولا لا؟ واذا دخل شحال السعر تاعو في الاسواق الجزائرية؟ اذا كنت جديد ما تنساش دير ابوني وجامل الفيديو باش نكملوا وبارطاجيوكم غير جديد ان شاء الله. بلا ما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركة الله. اولا رايحين نشوفوا المواصفات نتاع هذا الهاتف. بالنسبة للشاشة فهي 6.67 بوصة اي بي اس ال سي دي بدقة 1080x2400 بيكسل او اف اتش دي بلس بكثافة حوالي 365 بيكسل مقابل بوصة مغطاة بطبقة من زجاج غوريلا جلاس 5 للوقاية من الخدوش والصدمات. جاء هذا الهاتف من شاومي بمعالج كوالكوم سناب دراغون 720 جي. بالنسبة لذاكرة الوصول العشوائية 4 او 6 جيجا بايت. بالنسبة للنسخة اللي راح نتحدث عليها في هذا الفيديو هي 4 جيجا بايت رام مقابل 64 جيجا بايت روم. بالنسبة للمساحة التخزينية 64 او 128 جيجا بايت. بطاقة الذاكرة الخارجية يدعم من خلال منفذ مستقل حتى 512 جيجا بايت. بالنسبة لنظام تشغيل جاء بهذا الهاتف عندنا اندرويد 10. الهاتف مزود باربع كاميرات خلفية. بالنسبة للكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل وعندنا كاميرا الترا ويد بدقة 8 ميجا بيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل وعندنا كاميرا للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل. بالنسبة لكاميرا سيلفي فهي 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f2.5. شاومي هنا زودت هذا الهاتف ببطارية ضخمة جدا والذي هي 5020 ميلي امبير ساعة مع دعم شحن سريع بقدرة 18 واط. الهاتف مزود بمستشعر لبصمات الاصابع على الجهة الجانبية. الهاتف مزود بمنفذ سماعات تقليدي. الهاتف للاسف لا يدعم شبكات الجيل الخامس. الهاتف يدعم تشغيل خطين. بالنسبة للالوان اللي جاء بها هاتف شاومي عندنا الابيض والرمادي والازرق المتدرج. هذو هما. وكاين برك خاوتي بعض الصور غادي نخليهم لكم في الاخر تاع هذا الفيديو ملتقطة بالكاميرا الخلفية لهاتف شاومي نوت 9S. هل هذا الهاتف متوفر حقا في السوق الجزائرية ولا لا؟ الهاتف راهو دخل للسوق الجزائرية وبالضبط كاين في ولاية باتنا. سعر تاع هذا الهاتف هو 48000 دينار جزائري ولا 4,800,000. النسخة كما قلنا 4 جيجا بايت رام مقابل 64 جيجا بايت روم. غادي نخليكم صفحة موبيل ستور نجوس اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. هذه الصفحة او هذا المحل راهو متوفر عندهم هاتف ريدمي نوت 9S. تقدروا تقتنوا ولا تكونتاكتيوهم. المهم اي حاجة تلقاوها في هذه لاباج. صراحة الرأي تاعي انا في هذا الهاتف حقا شركة شاومي ابدعت في تصميم هذا الهاتف. هاتف كي تحمله وتضرب فيه الشمس من الخلف يظهر لمعان وانعكاس ضوئي فهذا شيء رائع و خصوصا الكاميرات. فانا شخصيا صدمتني الكاميرات. المهم هذا هو فيديو اليوم. تلاو في رواحكم خاوتي ما تنساوش جمل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.